وبالتأكيد المصارف العراقية عليها أن تتحرى عن جنس الدينار العراقي، هل هو دينار شرعي يدخل إلى النافذة إلى المنصة الإلكترونية؟ الآن الخزانة الأمريكية تطالب المصارف العراقية بالكشف عن من هم حملة الدينار العراقي، وهل هم تجار حقيقيين فعلا؟ لأن عملية تتبع الدولار تظهر بأن هناك غسيل أموال وأيضا تحايل على النظام المصرفي العراقي، خاصة على مستوى الدولار النقدي، يعني على مستوى المسافر الوهمي أو العلاج الوهمي أو السياحة الوهمية، مثل هذه المنافذ النقدية. إذن كانت تستغل لحصول الدولار. معذرا على المقاطعة، أن سوق الموازي لا ينفع التجارة العراقية ولا ينفع الاقتصاد العراقي بشيء، ولا يمكن إدخال إصلاحات عليه، والضروري جدا هو إنهاء هذا السوق والاستعانة بالسوق الرسمي. إذن بالمحصلة، هل حضرتك راض عن السياسة النقدية في العراق بشكل عام أيضا؟ يعني بشكل واضح البنك المركزي حاليا يحاول الاقتراب من متطلبات الامتثال الدولي، لكن إعادة تصنيف المصارف وإعادة سحب الإجازات من قبل بعض شركات الصيرفة لأنها لا تمارس العمل يعني المصرفي، وهي تحاول أن يعني تختني على حساب المال العام. فعملية توجيه المصارف العراقية بإجراءات واضحة وشفافة والاستثمار في التكنولوجيا والاستغلال للسحابة الإلكترونية، لأن البيانات الزبائن العراقيين الآن والمشترين للدولار من المنصة لا تعرض في السحابة. السحابة هي عبارة عن نظام يغذي نظام السويفت لتقاطع البيانات مع جميع دول العالم، من أجل أن يكون هناك سيطرة على النظام التجاري العالمي، نظام التداول بالسويفت. وبالتأكيد الاقتصاد العراقي اقتصاد دولاري يقوم بتقاطع المعلومات مع بنوك مركزية، فإذا وجد أن هناك نقص في هذه المعلومات ترتفع مؤشرات الخطر، وبالتالي لا يسمح للحوالة أو الاعتماد بأن يمضي ضمن هذا النظام. لاحظت في الفترة الأخيرة يعني بعد تطبيق المنصة أن هناك طلبات على المنصة بمعدل 250 مليون دولار، لكن هناك رفض لقسم من هذه الحوالات، لأن يعني الحوالات المسموحة والاعتمادات لا تتجاوز 150 مليون دولار، بمعنى لدينا 100 مليون دولار يطلبون التحويل لكن لا يحصلون على هذه التحويلات الشرعية. نعم. بسبب نقص البيانات، بسبب عدم وجود قاعدة معلومات تجارية، عدم تطبيق نظام المحاسبة، نظام الإبلاغ المالي الدولي.